تعالوا بقى نخش على الحمله بتاعت كل يوم اللي بقولها لكم وبوضحها لكم انه في حمله ممنهجه مش كلام بنرتبه وبنزوقه. العفو الدوليه عامله حمله لتجنيد عملاء. عملاء؟ تجنيد عملاء. حمله لتجنيد الشباب المصري واقناعهم بافكار شاذه. أطلقت منظمة العفو الدولية خلال الأيام الماضية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد عدد من الشباب المصريين من أجل تعليمهم على 1- الدفاع عن حقوق المثليين، مراقبة تحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية وأنشطة مكافحة الإرهاب والاعتقالات. أهي ده الاستمارة بيقول اللي عايز يملى الاستمارة، اللي عايز يملى الاستمارة يملاها عشان ينضم يبقى عضو في العفو الدولية ويقبض ويشتغل الكلام ده لمدة 6 شهور. ده موجود فين؟ موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. مين اللي عاملها؟ العفو الدولي. دعوة لتجنيد الشباب. أنا بقول وبحذر الشباب، الشباب المغرر بيهم، الشباب اللي مش عارف، بقول لهم احذروا منظمة العفو الدولية. تحذير أطلقه من هنا، من هذا المنبر لكل شباب مصر، احذروا منظمة العفو الدولية، فهي منظمة مسمومة، مأجورة، منظمة لا تحمل إلا العداء لمصر. تحاول الإيقاع بمجموعة من الشباب وضمهم للعمل لديها كمجندين ضد الدولة. بحذرهم من هذا لأنه هذا ربما يضعهم تحت طائلة التخابر. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.